أنا اسمي عبير اليوسف في الصف الأول ثانوي من إدارة تعليم الأحساء. شعور لا يوصف الحمد لله أنه عندنا الإمكانية نمثل المملكة في المعارض الدولية ونمثل المملكة إن شاء الله خير تمثيل في آيسف بإذن الله. طموحنا مو بس أنه نمثل المملكة بس كمان أنه نبين للعالم أن السعوديين they have the background and they have the potential أنه يغيروا العالم. مشروعي تعديل وتحسين انبعاثات الضوء من خلال مهندسة مادة البروفسكايت في استعمالات LED. في العالم نستعمل LEDs في تقريباً كل شيء من الجوالات وكمان في الشاشات، ولاحظنا أنه في المواد اللي نستخدمها حالياً في LEDs هذه مواد مرة غالية وتحتاج البروسيسنج مرة كثير، فإحنا من هدف المشروع أن نخفض سعر إنتاج هذه المادة وكمان مادة تكون أفضل والكفاءة أعلى كمان. دخلت برنامج بحثي بالصيف في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وأشكر المشرف اللي ساعدني هناك وكل اللي كان موجود هناك في المدينة وفي البرنامج، وطبعاً نشكر موهبة ولازم نشكر أهلي، شكراً لماما، شكراً لبابا على دعمهم المستمر فيها خلال هذه الرحلة الطويلة. إن شاء الله إذا رحنا آيسف حنمثل المملكة خير تمثيل، وإن شاء الله نوصل أعلى المراكز مو بس السنة الجاية مو بس مثل السنة الجاية، أكثر كمان بإذن الله.